اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من يلا نتفاهم. وفي بدايه حلقتنا احب ارحب بضيفتنا في البرنامج دكتوره اليس توفيق، خادمه المشوره الاسريه والمحاضره بمعهد المشوره بالمعالي. اهلا بحضرتك دكتوره اليس. اهلا بيك. اهلا بحضرتك دكتوره اليس، مبسوطين بوجود حضرتك معانا النهارده. شكرا. اتكلمنا في مره قبل كده وركزنا على دور الزوج في ازمه كورونا، والنهارده بقى هنتكلم عن دور الزوجه. ازاي تتعامل الزوجه مع الضغوط اللي بتواجهها في الازمه دي؟ ده هيكون موضوع حلقتنا النهاردة. لكن في البداية حابين نبتدي حلقتنا برسالة تريح وتطمن الأسرة، هتقدمها لنا أختنا في الخدمة الأستاذة تهاني عطية. وبعد ما نشوف الرسالة هنبتدي حوارنا مع دكتور أليس. موضوعنا النهاردة عن الزوجة. الوقت طول في أزمة كورونا، وده بيسبب ضغوط نفسية كبيرة على الزوجة، وضع جديد ومهام إضافية، هتعمل إيه؟ ده هيكون موضوع حوارنا النهاردة. أعزائي المشاهدين تعالوا بنا نخرج فاصل نسمع الرسالة ونكمل حلقتنا تاني. بسم الله الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. في يوم ام جمعت ولادها الثلاثه ووقفت معاهم بتصلي، كانت بدموع كتيره وبأنات وصرخات جوه القلب بسبب الخوف والخطر اللي كان هيمر عليهم. في وقت الجنود بتوع نابليون كانوا هيعدوا عليها، وكل البيت اللي كانوا بيعدوا عليه كان بيتدمر تماما، لكن الام دي كان جواها ثقة شديدة بربنا، وكان جوه قلبها علاقة قوية قوي، وكانت واثقة انه اكيد ربنا مش هيسيبنا حتى لو كان الخطر والخوف اللي بيعدي علينا جديد. الام ديت بعد ما صلت كانت وكل ثقتها حطها في ربنا. الاولاد جايز ما كانوش عارفين ايه اللي هيحصل او ازاي هينجوا من الخطر دوت، لكن في وسط الليل جت عاصفة شديدة ورياح جامدة قوي وعاصفة تلجية وغطت كل البيت، وقدر انه وقت ما الجنود عدوا انه ما قدروش يشوفوا البيت اللي كان موجود، وفعلا الام دي نجت هي واولادها. كتير في وسط الظروف الصعبه اللي بنمر بيها ولما الوقت طال بينا، يا ترى احنا هنعدي ازاي؟ يا ترى الخوف اللي جوه قلوبنا من بكره هيمر علينا ازاي؟ هنعمل ايه؟ لكن لينا احنا كاولاد لله امتياز ان الظروف الصعبه لما تعدي علينا ما تكونش بتنال مننا، لينا حماية ولينا نجاة من كل الأمور اللي بتعدي علينا، لأنه لينا إله عظيم. لينا في وسط الظروف دي علاقتنا بالله تزداد قوة، والإيمان جوه القلب يزداد يوم بعد يوم. إحنا لينا إله عظيم. نشوف كده في سفر دانيال، لما دانيال عد عليه الخطر ومر بظروف صعبة قوي، في وقت لما كان الملك كان اختار دانيال من وسط ثلاث وزراء انه يكون هما الثلاثه مسؤولين عن المملكه، لكن لما دانيال تفوق عليهم باقي الوزراء قرروا ان هما يكونوا بيدوروا على خطه ازاي يكون دانيال بيقع، وفعلا قعدوا يفكروا في اي خطا ممكن يكون دانيال بيعمله وما لقيوش. اول قرار قرروا انهم هيعملوا خطه كبيره وهيعرضوها على الملك، وفعلا عملوا الخطه وعرضوها على الملك. وكانت الخطه كده انه في خلال 30 يوم اي انسان يطلب من اله أو من إنسان أي طلب هيكون بيتطرح في جوب الأسود. لما عرضوا الخطة على الملك، الملك وافق وفعلا مضى على الخطة دي. طبعا دانيال أول ما سمع الأمر دوت هو كان متعود إنه يكون بيحكي كل حاجة لإلهه، كان في علاقة قوية جدا جدا بتربطه بإلهه، وكان في جواه ثقة إنه الله معاه في كل الوقت وإنه مش هيسيبه في أي أمور بيعدي بيها. دانيال كان بيصلي لإلهه كل يوم، لما الوزراء شافوا كده بلغوا الملك على طول. الملك زعل لأنه كان بيحب دانيال جدا، لكن لأجل أنه هو ختم العرض اللي هم طلبوه اضطر أنه يطرح دانيال في جوب الأسود. وسط الخطر دوت دانيال كان جواه ثقة كبيرة جدا أنه ليه إله عظيم، أنه هتعدي الظروف ديت وهو مع إلهه. علاقته بإلهه كانت دايما هي سبب نجاته في كل أمور اللي بيعدي بيها، رغم أن دانيال ما كانش اللي حصل له ده نتيجة هو خطأ عمله، لكن الله ما سابهوش. وفي إصحاح 6 كده في عدد 23 الكتاب المقدس يكلمنا كده يقول لأن دانيال آمن بإلهه. ثقة دانيال بإلهه نجته من الخطر، ولما جه الملك يطمن عليه تاني يوم قال له إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود. ما قالش الإله وما قالش أي حاجة تانية، لكن قال إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود.
علاقته بالله وثقته بأن الله قريب منه وأنه هيعدي بيه مهما كانت الظروف كانت هي سبب نجاة دانيال. الكتاب المقدس بيعلمنا في رسالة روميا في إصحاح 10 بيقول كده أن كل من يؤمن بيه لا يخزى. كل من يؤمن بيه لا يخزى. علاقتنا القوية بالله اللي تساعدنا في وسط الظروف الصعبة اللي تعدي بينا لينا إحنا قدام الأمور ديت بركات لينا خير لينا إله عظيم يعدي بينا في وسط الظروف الصعبة مش هيسيبنا وقت الخطر لينا وعود كتيرة بالبركات لينا نجاة لينا خير كتير الله معده لينا. لكن علاقتنا بالله وإيماننا اللي يزداد يوم بعد يوم يكون هو يكون سبب نجاتنا وسبب نصرتنا في وقت الصعب. يكون الظروف الصعبة ما بتنالش مننا لكن نخرج منها أقوى بكتير جدا. وإلهنا المجد الدائم أبديا آمين. ورجعنا بعد الفاصل ونكمل. عنوان حلقتنا النهاردة اكتشفي نفسك في أزمة كورونا. مع طول الأزمة الوضع بقى صعب جدا على الزوجة أو بحسب تعبير زوجة إحنا بقى علينا عبء جسدي ونفسي جبار ما بين البيت والزوج والولاد وكمان الزهق من قعدة البيت. حتى الأمور الصغيرة اللي كانت بتتعمل شوية علشان نغير فيها المود بتاع حياتنا وتخفف الضغوط زي زيارة الأهل أو السفر لأي مكان ما بقتش دلوقتي متاحة. احنا طرحنا الموضوع ده على بعض الزوجات وجات لنا رسائل كتير بتعبر عن الضغوط النفسية الكبيرة اللي بتواجهها الزوج. الطلبات زادت بسبب وجود الأسرة كلها في وقت واحد في قلب البيت. طلبات الولادة اللي ما بتخلص. كمان طلبات الزوج اللي متوتر ومش طايق نفسه. الولاد زهقوا من قعدة البيت وعلى طول بيشتكوا انهم زهقانين وهي مش عارفة تعمل معاهم ايه. دكتورة ألس، وسط المشاكل الكتيرة دي الأزمة طولت والمشكلة كبيرة، هنعمل ايه؟ هي الحقيقة يعني مشكلة تاريخيا ما حصلتش قبل كده. فأول مرة في التاريخ إن كل العالم يقعد في البيت بظروف زي كورونا. لكن المشجع واللي عايزة أشجع بيه كل ست إن إمكانيات الست الطبيعية والكامنة إذا اكتشفتها وطلعتها هيكون اكتشاف رائع قوي ويقويها جدا وتعدي الأيام ده هي ببطولة ونعمة عظيمة. في آية حلوة في أمثال بتقول إن ارتخيت في الضيق ضاقت قوتك. يعني الواحد لو استسلم إن دي مشكلة وده متعب وأنهار وارتخي هتقع علي المشاكل وأنا هقع. بينما العكس نتشدد ونتقوى ونلملم قوتنا ونجحز ولا بيسموها ايه يعني نشحز ايوه الطاقات الكامنه. الست فيها طاقات كامنه جباره بجد. يعني دي موجوده طبيعيه في الست متصممه بكده. يعني ربنا اخر حاجه خلقها كانت المراه والحقيقه حط كل ابداعاته والروعه بتاعت الخلق حطها فيها فعلا. يعني المرأة مش تحيز لا بس لا يعني الخليقة كده. لا يعني المرأة فعلا فيها طاقات كبيرة ممكن تزيد عن الراجل كمان. ايوه ده حقيقي. ده التشريح بيقول كده والفسيولوجي بيقول كده والدنيا كلها في الأحداث والظروف بتقول كده. بس الولاد ما سابوش طاقات ما طلعوهاش فيها. لا هي ما طلعتش كل طاقتها على فكرة بجد. يعني حتى كانوا كاتبين في جينيس ريكورد ان في ست في كوريا شالت عربية لوحدها. ليه؟ لان كان ابنها تحت العجلة عجلة العربية. فعايزة اقول جابت منين كل الطاقات دي. الامومة طاقة جبارة في الست. ومش انها اتجوزت وخلفت على فكرة. هي الست الامومة فيها من 9 سنين وقبل كده. من ساعة ما بتهتم بالعروسة ما بتهتم بأخوها الصغير ما هي أم. حتى اللي ما تجوزوش وبقوا مسكين ملاجئ طلعوا طاقات أمومة غير عادية وهم لا متجوزين ولا مخلفين. مازر تيريزا كانت فتاة صغيرة لما ابتدت في الرهبنة بتاعتها وأصبحت أم ملايين في الهند. حتى يوم تنيحها
ملايين طلعوا وراها، ورئيس وزراء الهند في الوقت ده قال اتيتمت الهند بعد مازار تيريزا. فعايزة أقول مش لازم حتى تكون خلفت ولا اتجوزت، لكن يعني الطاقات دي موجودة طبيعية. يعني الطاقات دي نعم. علشان خاطر موضوع الأمومة ولا ممكن تبقى في حاجة لا تانية؟ هي بتبان في الأمومة، وده التركيبة بتاعتها ربنا عملها كده عشان برضو بيجهزها للأمومة والخلق، إن ده الإناء الوحيد اللي الله بيشتغل جواه يطلع مخلوق جديد. فعامل فيه كل الإمكانيات دي. هي يعني يقولوا إن الراجل لا يحتمل ألام الولادة، الساعات الطويلة، يعني يقولوا البكرية بتاخد 16 ساعة ألام وضع يعني، فده طبيعي من غير بنج وكده. الراجل ما يقدرش يستحمل ألام متواصلة، ممكن ألم مرة واحدة في وقت واحد صغير يعني كبير وخلصنا، لكن إن يتحمل ألام طويلة لمدى طويل لساعات وأوقات، حرام فيه بيقعدوا أيام. الراجل ما يقدرش يستحمل. على فكرة أنت كلام حضرتك مظبوط. أنا بفتكر دلوقتي لما بنيجي نعمل أسناننا، أنا ما أقدرش أستغنى عن البنج. ممكن سامية يشتغل من غير بنج وتحتمل قدرات. حتى كمان في النوم والصحيان، والطفل يبقى معاها طفل مصحيها طول الليل وتروح الشغل وترجع على المطبخ مش على السرير، بينما الراجل ممكن ما يقومش بالليل يشوف الولد العيان ومبقاش قادر. يعني هي تلومه بس هو تركيبته كده، ده هي بتحس بيه سخن من غير ما تروح من وحدها كده بتقوم. يعني انت عايزة حضرتك اللي توصليه انه لا، حتى في الأزمة الكبيرة ده هي المرأة او الزوجة عندها قدرة ان هي تحتملها واكتر كمان. ده حقيقي. جابوا رياضي حطوه ورا مراية ما تبينش يعني، وطفل بيتحرك في 3 سنين، وخليته الرياضي يعمل كل حركة الطفل يعملها الرياضي. الرياضي تعب والطفل ما تعبش، وده اللي الأم طول النهار بتجري ورا العيال. ما عشان كده بقول لحضرتك إن الولاد طلعوا كل الطاقات، يعني متابعة الولاد والتزامات البيت وطلبات الزوج، هي طلعت خلاص كل الطاقات. لا، بتتجدد الطاقات، صدقيني الطاقات ربنا عاملها في الست متجددة، بدليل انها لما بتبقى تيتا وكبرت ويجي لها حفيد، شوف الصحة اللي تحل عليها والابتهاج والفرح اللي بيحل عليها. صح. لما بيجي حفيدها، مع ان هي تبقى مثلا في السرير طول الوقت وبتتخدم، بس تشوفوا الطاقة اللي تجي لها لما الحفيد يجي لها مثلا، وتبدع بقى وتحضر له وتعمل له. طاقة متجددة صدقوني يعني فعلا. ده غير ان الوصلات الكهربائية اللي في دماغ المرأة، ده بقى تشريح وفيسيولوجي، 4 أضعاف الوصلات عند الراجل. ده علم يعني. يعني ايه الوصلات؟ يعني التوصيل بين حاجات، المواد الكيماويه والوصلات، الاتصالات داخل الجسم نفسه، داخل من العقل، من المخ. المخ. فالست تقدر تعمل كذا حاجه وهي في نفس الوقت. أيوه. الراجل ما يعرفش يعملها، يعني يعمل حاجه واحده ويعملها كويس وركز فيها. اذا دخلت عليه وهو مركز لازم يسيب في ايده عشان يسمعك او يعمل حاجه، بينما الست بتتكلم في التليفون ومشغله الغساله وحاطه حاجه على النار، ويمكن بترضع وتيجي تسالها على حاجه ترد وتشاور لك وتقول لك فين بالظبط. امكانيات تقدر تعمل كذا حاجه. ما هو اصله هي فعلا طول النهار بتعمل حاجات مختلفه، فمع التدريب بقت بتعمل كذا حاجه. تركيبتها كمان مش بس التدريب. يعني في رجال عملوا كل شغل الستات بس شغله واحده، يعني يبقى شاطر قوي كوافير بس، شاطر قوي طباخ، شاطر قوي خياط، لكن يعمل كل الحاجات دي الست. بتخيط وبتعمل شعرها وبتطبخ وتطرز وتعلم العيال وتذكر لهم وتخدم وتروح الكنيسه وتدرس مدرسه وتكتب شعر وترسم وتفنن ويبقى فيها كل الطاقات. طب ازاي هكتشف ان انا جوايا طاقات ولسه ما استغلتهاش؟ نمره واحد، التمرد والتذمر والزرزره بتاعتنا دي، برضو دي حاجه وحشه فينا احنا ستات، تسحب طاقتنا. تخلي طاقتنا على السلبي تحت. فان كان فينا طاقه
مش كامنة، ايه الموجودة بتروح منين؟ لكن اذا قبلت وخدتها تحدي كده ولملمت قوتي واشحذت زي ما قلت لي نشحذ الهمم كده في داخلنا، وتشجيع جوزها مهم قوي ان انت تقدري وانت قويه وانت ياما عديتي في حاجات قبل كده، هتلاقيها قامت وقدرت. القبول والاستعداد واللملمه القوه تقدر. وده حصل في مواقف، يعني الست الشونامية امراه العظيمه دي، الانجيل سماها امراه عظيمه لولدها الوحيد اللي جه بعد انتظار كتير مات. يعني ما فيش اصعب من موقف، يعني لو ارتخت في الضيق تصوت وتنهار وتقعد في الارض وتلم الناس عليها. وعندها حق. وعندها حق لو عملت ما عادش يلومها، بس هي ما عملتش كده، لمت نفسها وما قالتش لحد ولا حتى لجوزها، وشدت حيلها وشدت الحمار وطلعت مشوار عالي قوي طويل، راحت لرجل الله وقفلت عليه ونزلت، ما قالتش لحد ولا جيران ولا احنا ايه اول مشكله، وره في التليفون والفيسبوك نخرب روحنا ونضيع طاقتنا. لا، هي لملمت نفسها ولملمت الخبر وراحت اول حاجه على رجل الله، او احنا دلوقتي نقول نروح لربنا، نروح للصلاه، نروح لمصدر القوه العظمى وناخد منه. الشخص اللي صمم بقى بالظبط ايه اللي عملني، يقول لي اعمل ايه في اللي حصل، بس انا هجيب القوه دي منين؟ يعني في الوقت الصعب ده العقل والتفكير ما بيبقاش موجود، فهجيب منين القوه؟ الحقيقه انت كلامك صح في حته، بس مش على طول. احنا وقت الازمه ما بنتعلمش جديد، لكن بنتصرف باللي اتعلمناه قبل كده، بالقديم اللي عندنا. يعني داود لما جه قابل جليات ما كانتش اول خبره ليه جليات اللي قوته انه يستهزئ بمأساة فظيعه زي دي، خبرته في اللي قبل كده. ده عبدك طلع عليه اسد ودب قتلهم، هو ده اللي خلاه ما يتخضش ولا يترعب من المأساة. ما هو قد كده بحلاوة العينين وأشقر وفتى صغير، وبعدين معاه محارب رهيب ومأساة رهيبة، المأساة ما خضتوش لأنه قبل كده عنده خبرة. فأنا بقول الست اللي عندها خبرة، وإحنا هنقول نبقى نكتب خبراتنا مع الله من قبل كده، فلما تيجي بقى أزمة زي دي تشتغل القديم ده يشددنا ويقومنا، وإحنا عندنا خبرة قبل كده. أنا واحد موت أسد ودب، يعني إيه بقى راجل فلسطيني أغلف مالوش ربنا ومالوش ضهر ملوش ظل، يعني ما عادش يحميه، لكن أنا معايا رب الجنود اللي جربته قبل كده، فكان مستهزئ بيه ويقول يحبسك في يدي نار. أنت كده حضرتك بتتكلمي على عامل تاني. أيوة. موجود اللي هو قوة ربنا وعمل ربنا والطاقات اللي حاططها جوه المرأة. ده صحيح، هي عندها طاقات طبيعية، ده عند كل الستات بيقدروا يعملوها في الأمومة، وأضيف عليها كمان طاقات الإيمان والروح القدس والصلاة ومعونة الملائكة والقديسين. ده احنا عندنا إمكانيات غير عادية، ما لناش عذر ان احنا نتحط ونقع. أيوة، بس أنا معنى كده أني عايزة يبقى لي علاقة بقى بالملائكة وبالقديسين ولي علاقة بربنا، علشان خاطر أبقى في الوقت الصعب ده هو بقدر أن أنا أدفع. ده حقيقي، إن الخلوة الشخصية، الحياة مع يسوع المسيح، العلاقة مع ربنا أن أبويا، ده أقوى حاجة تشددني في كل مواقف الحياة. الكورونا بالمسيح حاجة، كورونا من غير مسيح حاجة تانية خالص، رعب وتوتر وقلق وعيشة تانية. كورونا مع المسيح مختلفة، مختلفة تماما بجد، ده حقيقة. أنا شايفة نفسي واللي حواليا كلهم، يعني مش عايزة أقول إن قد إيه مستمتعين إن ما كناش لاقيين الوقت ده اللي نقعده قدام ربنا أكتر ونقرأ الإنجيل ونتقابل على الزوم أو على لقاءات كده مع أخواتنا ونتشدد. بجد يعني تحولت المرارة إلى حلاوة مع يسوع المسيح، دي حقيقة. فالإمكانيات
حقيقية. أنا عايزة أقول لكم إحنا مش مستعملين طاقات المخ كلها. بيقولوا إن 7% بس من طاقات مخنا هي اللي مستخدمة. والباقي فين أما؟ الباقي بيطلع في معمول ربنا حساب وقت الأزمات، وهتلاقي طاقة غير عادية. هتشوفها في المعوقين مثلا، ذوي الإعاقة يعني، تلاقيهم بيعملوا حاجات جبارة. طب مش بني ادمين دول؟ بني ادمين، بس استخدموا الطاقه الكامنه. يعني انا فاكره كنا ماشيين على البحر انا واصحابي يعني قوتنا، وبعدين بنتكلم في لمح البصر في دقيقه، لقيت اللي ماشي معانا بعيد عني حوالي 30 متر. ازاي نط في دقيقه واحده ده كله؟ لانه شايف واحده مننا بتغرق. انا قلت يا عطاء ايه ده، فلان راح فين؟ ده احنا لسه بنتكلم لحظه، لسه بقول احنا بنتكلم، لقيته اصل فلانه بتغرق. جت منين؟ انا مش عايزه اقول يعني امثله مضحكه كمان. كل واحد ماشي على ميله مش قادر يمشي وكده، يطلع له كلب يخضه هيجري قد ايه. ودي برضه طاقات كمان، يجري جري لكن مالي يقول مش قادر امشي والدنيا حر كل ده يروح. معنى كده، معنى كده ان الطاقات الكامنه دي ما تخرجش غير وقت الازمه؟ هي احنا متصممين كده، لكن كمان زي ما قلتي لو بنتدرب من قبل في حاجات تانية زي الخبرات اللي قبل كده وبندونها ونكتبها، تبقى سلاح لينا باستمرار، يعني يجدد فينا الطاقة. عارفين الموقف ده حصل مع داود برضو، كان راجع من حرب أو حاجة، رجع ما لقاش الستات ولا العيال ولا وحد جه، وبعدين الرجالة اللي معاه اتحولوا عليه يرجموه، يعني ده لوحده خالص بقى، يعني اللي معاه يرجموه، والأعداء خدوا الستات والعيال وكل حاجة وجري. قال وراه بطلع وراهم ولا لا؟ شفتي؟ أما داود فتشدد، تشدد صح، بالرب إلهه ورجع كل حاجة. تمام. واحد ما كانش في أي حد معاه. ده جات له منين؟ في حاجة جات له. تشدد بالرب. تشدد. الرب هو اللي موجود. تشدد. هو رجل حرب ومتمرن مش هقول لأ، ولكن في لحظة زي دي ما فيش حاجة خالص جنبه. حتى اللي معاه هيرجموه، يعني في أكتر من كده. بس مثلا الواحد لو لقى حد عيان بيبقى اول حاجه بيدور عليها الدكتور، لو لقى روحه في ازمه اول حاجه بيدور عليها حد قريب منه. ما يمنعش ان نستعمل كل الوسائل، لكن اصلا حتى قبل ما تدوري على الدكتور بتتشددي بالرب الهك. انا بفتكر دلوقتي موقف بنتي وهي بتاكل، وهي صغيره بتاكل سمك، الظاهر ما خدتش بالي في شوكه وقفت في ظهر مش احمر ومش عارفه ترجع ومش عارف، وانا مش عارفه اعمل ايه. وبعدين اتصلت بجوزي، هو دكتور في وسط البلد، انت بتعمل ايه قدامي عيانين انا مش عارفه ايه؟ ما قدرتش اقول مش هيلحق يطير يجي. رحت ما قلتلوش اي حاجه، قفلت قلت له يا رب الحق ان انت اقرب منه، هو مش هيلحق يجي لي اصلا يعني، انت اقرب من الهمني اعمل ايه. اتصلت بدكتور انف واذن جارنا، اشكر الله انه كان لسه داخل، قال لي عندك حاجه؟ انا كان عندي الات طبيعي في البيت عشان انا طبيبه يعني. قلت له ايوه عندي فورسبس وعندي مش عارف. جه حطها تحت النور طلع الشوكه. اتصلت بدكتور، بس مين اداني القوه ان اتلم ولملم قوتي؟ يعني الموضوع مش قوه جسديه فقط، ده حكمه كمان وطريقه تفكير. إيه مين اداني قوه؟ بنتي بتموت بتفطس قدامي وجوزي بعيد، طب مين بقى يعني انهار ولا اتصرف؟ لا وبعدين حضرتك كمان ما قلتلوش يعني. لا ما قلتلوش، ما قدرتش اقول له يعمل ايه، هتوتري اكتر يعني. فهي الشناميه عملت كده، اقول له يعمل ايه؟ طيب الساعات الواحد يتصرف فيرجع بعد التصرف، طب وليه ما عملتيش كده؟ طب وليه ما قلتيش؟ لا ما هيتحلت، لان انت ما كانش عندك حل. هتيجي ازاي؟ ولا طياره تجيبك تلحق، وهو دكتور نفساني ما هوش تبع يعني مش انف واذن يعني، حتى مش هيعرف هو يتصرف يعني، لازم برضه هيجيب دكتور زي ما انتي بتقولي. بنستعمل وسائل ايوه، بس مين يشددنا نقوم نعرف نستعمل الوسائل ونعرف الله. نسأل ربنا. طيب. علاقتنا بيه وحكمته والهامه لينا ان يدبر، هو ضابط الكل.
يدبر اللي مدبر الكون، عرفش يدبر حياتنا الصغيرة. ده الشمس ما تقدرش تقرب سنة ولا تبعد سنة، يعني تجمد يعني تحرق. مين ظابطها المسافة بتاعي؟ مين ظابط درجة الحرارة ونسبة الأكسجين والنيتروجين والCO2 اللي في الجو؟ ده لو أكسجين بس نولع يعني مش ما حدش يعرف يظبطها. مين يعرف يظبط نسب الهواء دي؟ هو ده بتلك. حلو جدا، الكلام جميل والفكرة وضحت. بس الأمثلة العملية بقى ممكن توضحها لنا أكتر، يعني نماذج من سيدات سواء حضرتك قابلتيهم أو مشاكل حضرتك قابلتيها أو حاجة موجودة مثلا في الكتاب، يعني عايزين أمثلة عملية تبين بقى القصة دي. أنا مرة كان عندي حاجة أصلحها، وبعدين لقيت محل زحمة، قلت أروح محل تاني فاضي شوية، فلقيت فاضي خالص ما فيهوش حاجة، انبسطت قلت كويس أدخل إيه أخلص بسرعة. وبعدين لقيت واحدة ست قاعدة والراجل اللي بيصلح ده، يعني اديته حاجة يعملها، ولقيت ماما مال تقول له اعمل كذا اعمل كذا، الست اللي قاعدة دي كنتش عارفة انها مامته، اعمل كذا. وبعدين ادركت ان ده ما انا بفهم شوية، لقيته اوقات يسرح اوقات يضحك لوحده، اوقات اكتشفت انه مريض نفسي، وان ماما قاعدة تاخد بالها منه ازاي يشتغل وتساعده ازاي يشتغل. انا اعجبت جدا بهذه الام، اولا يعني انا فهمت ده مريض ايه، وازاي ان هي واقفه جنبه بتشغله، وازاي هي سايبه البيت واقفاله. ما حدش يقدر يعمل كده غير ماما، دي طاقه غير عاديه ان يتحمل مريض نفسي ويقف جنبه ويشجعه يشتغل ويحتمل نظرات الناس واسئلتها. طبعا لاني اعجبت بيها وفهمت، اكيد كذا حد سالها او تمام. انا ما عملتش كده يعني، لاني اعجبت بيها جدا. تمام. ايه الست دي؟ حاجه بقى من السنكسار، قديسه مونيكا. قديسه مونيكا دي كان عندها جوز وثني وحما عايشه معاها صعبه جدا، اللي تربي ولد وثني هي ايه يعني. وعندها ولد فاسد اخلاقيا، وهي لوحدها في الدنيا دي، هي وحدها اللي بتعرف المسيح ومسيح. فضلت تجاهد وتصلي وتعبد المسيح لغاية ما جوزها آمن وحماتها ماتت مسيحية، وابنها الفاسد ده اللي بقى قديس 20 سنة صلاة لغاية ما القديس أغسطينوس بقى القديس أغسطينوس. بس كسبت العيلة كلها لوحدها، ما فيش غيرها مسيحية في البيت. ايوه بس دي قوة غير عادية. طب ما هي احنا القوة اللي فينا مش عادية، اللي ربنا خلقه فينا غير عادي، لان هو اله غير عادي وخلقنا على صورته وعلى مثاله في الابداع والخلق. عندنا طاقة ابداعية خلاقة، بدليل كل العلماء والفنانين الماليين الدنيا دول جم منين؟ من خليقته، من ايده، بصمة ايده فيه. وده فينا على فكرة، بس ما حدش طلعه أو ساعدنا أو ظروفنا طلعته. لكن يعني أديسون اللي عمل اللمبة ده، قالوا لأمه الواد ده معوق ولا كان سمعه تقيل أعتقد أو حاجة زي كده، أو مش هينفع في التعليم. قلت لهم لا ده عبقري، ماما أمنت إن ده عبقري وطلع عالم. طب يعني هي ماما شافت حاجة فأمنت بيه، ولا هي الأم يعني حسب ما بتشوف في عيالها أو بتتمنى لهم بتربيهم وبتآمن وبتقوي عزيمتها وما بتستسلمش؟ يعني إن قديسة مونيكا 20 سنة تصلي الولد ده إيه ده؟ يعني ما مثابرة في الحب، ما يقصدش في يوم؟ ما يقصدش، أمال وصلت إزاي؟ الواحد ساعات بيشوف الواقع و بيبقى مش قادر يكمل. هو ده الفرق بين ان نشغل الطاقات وان احنا نشتغل برأي الناس اللي حوالينا. الناس هيقولوا لها ده فسدان وده ما فيش فايدة فيه، بس هي مع ربنا ومع الأسقف قال لها لا يهلك، برضو هي عندها علاقة بيه اب اعترفها، الأسقف شددها لا يهلك ابن الدموع، هي بتصلي. انا بشجع كل ام
اوعى تسلمي عيالك للعالم وللشيطان وتستسلمي، لازم تسترديه بكل قوتك ومثابرتك وصلواتك وصومك، ما تسكتيش. لانه ده عارفه الست اللي كان عندها مرات النبي اللي مات وسايب ولدين والمرابي عايز ياخدهم، ما استسلمتش قالت ياخدهم، لا مش هسيب عيالي، الشيطان عايز ياخد عيالنا. هي ما سكتتش، راحت لرجل الله قالت له الحق الحق انا مش عايز عيالي يتاخدوا. احنا كمان الشيطان عايز ياخد عيالنا، العالم عايز ياخد عيالنا، الادمان عايز ياخد، الالحاد عايز ياخد، نسكت؟ ما نسكتش، ما فيش ام تسكت، مش سهل ان واحد يسيب عياله ويضيع، نسهر عليهم وما نستسلمش روحيا ونفسيا، ونطلع كل الطاقات الطبيعيه والغير طبيعيه اللي هي الروحيه، ونتشدد بالقديسين والقضاء الروحيين زي الاسقف اللي شجع القديسه مونيكا، ان ده عندنا عوامل كتير للنجاح وللمثابره، وده يطمننا قوي. طيب حضرتك كنت عماله بتكلمينا انه السيدات جواهم طاقه جباره وبتطلع وقت الازمات، وان في عندنا طاقات كتيره مش مستخدمه، بس يا ترى ما فيش حد بيستخدم الطاقات دي بطريقه سلبيه او بطريقه فيها شر؟ قوي قوي، في امثله صعبه جدا، وده يبين ان هي طبيعتها مولوده ومتصممه بطاقات، بس مين اللي بيوجه الطاقات او ايه نوع التوجه، يا تبقى مشجعه ورائعه وجميله يا تبقى معول هدم لكل اللي حواليها. فمثلا يعني كان في ملكه، الملكه ايزابيل مرات اخاب الملك، كانت طاقة شر رهيبة، خلت كل الشعب يعبد البعل، ويوم لقت الملك كئيب مش تشور عليه شورة حلوة، ازاي ما تبقاش ملك اسرائيل بقى وتبقى مش عارف تعمل حاجة وكئيب، انا اديك حل هسيبني انا احللك المشكلة، وعملت خطة شريرة وشهود زور، وقتلت الراجل اللي اسمه نابوت الاسرائيلي عشان ياخدوا الحقل بتاعه ويكبروا البستان، طموح شرير وطريقة شريرة، غير ان خلت الشعب كله والملك يعبدوا البعل. طبعا دي يعني ست واحدة في البلد عملت خربت البلد كلها. ودي جابت الطاقات بتاعتها من فين؟ هي ربنا خلقها بطاقات، بس مين اللي شغلها؟ إبليس. هي بتشتغل مع مين؟ مع بلعال ولا البلعال البعض. فهي الطاقات دي في ايد مين وفي اي اتجاه، هو ده اللي بايه يعني انا بختار. طبعا واحدة زيها بقى ملكة واصغر منها بكتير وفتاة صغننة كده وجميلة ويتيمة وقدها، يعني اتحطت في موقف صعب جدا، ولكن كانت في قوتها وطاقتها وقدرتها أحكم الحاكمات وأعظم الملكات اللي جابت خلاص لكل شعبها في 128 قورة من الولايات اللي تبع نبوخذ نصر أو البلاد أو الدول. ستير كان شعبها يباد بمشورة شريرة من هامان، راح لها ابن عمها وقال لها بصي انت الساعة مثل هذه ربنا اقامك في الملك، ما تنسيش نفسك انك ملكة، لا ربنا يقدر يستخدمك تجيبي خلاص للشعب. قال له طيب صوموا معايا، وصومت الجواري وعملت صلاة وصوم وخطوات وولمة للملك، وعملت خطوة جريئة انها طلبت تدخل في غير معادها، وده كان خطر عليها، وحطت حياتها على كفها وقبلت التحدي وجابت الخلاص لكل الشعب. فتاة يمكن 17 سنة ولا 20 سنة. القوة هنا كانت حكمة من عند ربنا، وإن حياتها لربنا فقبلت التحدي، وهي بنت صغيرة وغريبة ومش من الشعب ده، ولسه يعني بقت ملكة من كم شهر يمكن ولا حاجة، لكن شوف قد ايه
كانت سبب بركة لكل الشعب. فأدي دي ملكة ودي دي ملك، دي صغننة ودي يعني حكمة وخبرة في الشر والمكر. فالطاقات دي يعني لو اتحطت في ايد ربنا هتعمل حاجات عظيمة قوي. هي بقى دي المشكلة بقى، الطاقات دي بقى محطوطة في ايد مين بالظبط؟ محطوطة في ايد ربنا ولا محطوطة في ايد ابليس؟ ودايما يقولوا البنات والستات ما حدش يقدر عليه، لو حطوا في دماغهم حاجة ما حدش يغلبه. ايوه بتتقال هو كده، لانها بتشغل كل قدراتها. ممكن وهي جوه البيت اللي قافلين عليه مش عارفة كام تعمي 12 عين في البيت وتملي عين زبر. حاجات ايه دي؟ طاقات وابداعات بس بطريقه شديده. فما بال لما تبقى الطاقات دي. لسه امبارح بتفرج على حاجه في الميديا، بنت 15 سنه عارضه ازياء واختاروها ملكه جمال بلدها، هي بلد من البلاد الناميه يعني. صوروا قالت انا هستغل الشهره والمجد اللي بقيت معروفة بيه كده ان انا اجمع تبرعات للجوء للناس اللي في القيم اللي. شوف الحلاوة، شوف لما طاقات تفكير 15 حكمة سنة. هي كده لو استخدم مواهبي وابداعي، عندها موهبة انها جميلة او يعني تكوينها ينفع في الازياء وكده وبقالت مشهورة، ما تستعملش ده للخير؟ استعملي. يعني أنا يا إما ببقى متصلة كده بالله وبالطاقات اللي عندي بتبقى حكمة وخير وقوة، يا إما الطاقات بتاعتي ما بتبقاش في يد الله أو ما بطلبش تدخل ربنا فإبليس ما بيسكتش بيستخدمها. أو إبليس يسرق طاقتي في التذمر والدمدمة وعدم الرضا وأفكار شريرة ومقارنات بيني وبين اللي حواليا. ممكن كل طاقتي تروح على الأرض بسبب الكآبة والإحباط وعدم التوقع وكل هذا. طيب إزاي هحط الطاقات دي في إيد الله؟ يعني زي ما حضرتك بتقولي الوضع الطبيعي، أنا حواليا ظروف، عناية بتيجي على الواقع، في حواليا ناس بيكلموني فببقى متضايقة تعبانة متذمرة، فماشي طاقتي وقعت على الأرض. ازاي هستجمع بقى القوة؟ ازاي هعرف الملم نفسي واروح احطها في ايد ربنا وابتدي من جديد وابتدي يتغير الوضع؟ الكتاب المقدس قال ان الصديق يسقط كام؟ سبع مرات. بس بيعمل ايه؟ بيقوم. يبقى هي نقول لنفسي قوم تكلم روح. حواري الذاتي ده مهم قوي. مزمور 42، لماذا انت منحنية يا نفسي؟ لماذا تئنين فيا؟ بيكلم مين؟ كلم نفسه، كلم روحه. قومي ترجي الله، قومي انت عندك رجاء ليكي خلاص. فحتى يقولوا ان احنا نعمل سيلف كنترول وكمان تو دايركت يور سيلف، ان انت توجهي نفسي نفسك. فان انا اتحكم واوجه نفسي، اقيم حالتي، قيمت لقيتها منحنيه، ايه ده انا مالي كده، مالي اتحطيت كده، مالي بقيت سلبيه لا انا لازم الملم نفسي واقوم. زي ما قلنا لا ترتخي في الضيق، قوم. يعني اول حاجه انا بيبقى مش عاجبني حالي فببتدي مع حالي. نفسي واقيمها واخد قرار اني مش عاجبني الحال، انا قيمت نفسي لقيتها واقعه، امرها قومي اقومها. في كذا كل المزامير فيها حوار للنفس، لماذا انت منحنيه، وفي حته تانية باركي يا نفس رب لا تنسي كل حسنات، مالك؟ قالت سيدي نسيني وإلهي قد تركني. مين قال انه تركني؟ مين قال انه انساني؟ انا قلت لنفسي كده، بس ارجع اقول مزمور 103، لا هو ما نسكيش، انت اللي بتنسي. باركي يا نفس الرب ولا تنسي، يبقى انت اللي بتنسي. وانا اروح افكرها بقى، مش هو بيغفر جميع ذنوبك؟ كم مره غلطتي وغفر؟ مش هو اللي كذا مرة عييتي وشافكي؟ مش هو اللي كم مرة وقعتي في الحفرة وقومك يفدي من الحفرة؟ مش كم مرة كل طاقتك راحت وبعدين جدد لك الطاقة ويجدد مثل النسر شباب؟ هو كده. الأول أقيم وضعي وبعدين أأمر نفسي بالقيام، وأنا لما هأمر نفسي هتقوم.
يعني انا كلامي لغة القوة انه الجسم يتجاوب معاه ويعمل ويقوم واروح لربنا يديني بقى هو القوة، واتصل باخواتي اللي بيشددوا ويقوي برضو. احنا كنيسة يعني جماعة بتشدد بعض، محدش واقف لوحده، محدش لوحده. احنا ربنا قصد يعملنا كنيسة ويخلينا اتنينات متجوزين نشدد بعض ونقوي بعض. ما انا ممكن ابقى بشجع جوزي وجوزي يشجعني، ممكن اوقعه وهو يوقعني، ما احنا لازم نشدد بعض. فحتى في الامثال يقول بها يثق قلب زوجها، يعني جوزها يستمد الثقه منها عشان بتشجعه وتقويه، فلا يحتاج الى غنيمه. يعني مش محتاج ان يبقى عنده ثروه وحاجات شغل كبير وكتير عشان يبقى عنده ثقه في نفسه، لا، لو عنده ست جدعه بتشجعه وتقويه يبقى عنده ثقه. عندك امثله تانية للستات الجدعه دي؟ كتير. المقارنات على فكره بتبقى جميله، يعني لما بناخد زي حضرتك ما قلتي كده ايزابل واستير، الواحد بيحس بال اكيلا وبريسكيلا. بريسكيلا عمرها ما جت من غير اكيلا، واكيلا عمره ما جه. ده في الكتاب المقدس على طول اكيلا وبريسكيلا. يعني لدرجه في وقت كنتش عارفه مين الست ومين الراجل من كتر ما هم. لكن الحقيقه ما شفتش نموذج جميل زي ده. عيلة جميلة، كنيسة متنقلة رغم من ظروفهم أوحش من كورونا، اضطهاد واحتياج وتنقيل من حتة لحتة. دو كانوا في روما وبأمر فرمان اتنقلوا من روما، راحوا أظن أفسس وكرونسوس، يعني مش فاكرة أنا الأول، لكن اتنقلوا بأمر من الاضطهادات دي. واعتقد كانوا عايشين في خيام ولا في بيوت مش عارفة، لكن هم كانوا بيشتغلوا في الخيام، وكانوا وقعوا في بولس لان هو اضطر يشتغل ويصرف على الخدمة وهو صانع خيام، فتعرفوا على بعض وشربوا من بولس كل التعليم، لدرجة لما جالهم ابولس واستضافوه لقوه مش عارف تعليم كتير عن السيد المسيح، عارف لغاية المعمدان بس، كملوا له التعليم وقال ان الاثنين، مش واحد، مش اكيلا اعمل فصل، لا، هما الاثنين ضيافه. وطبعا البيت ما يبقاش في ضيافه الا لو الست فاتحه قلبها وفاتحه بيتها، صح. لو هي مدمدمه ومكشره مش هينفع تستضيفها. فكان ضيافه وتعليم والكنيسه التي في بيتك. جميله قوي العيله دي، عيله بقى في نفس الوقت، او يعني في العهد الجديد برضو، حنانيا وسفير. يعني دي ولا دي بقى، اهو ده دول مؤمنين وفي الكنيسه الاولى ودول مؤمنين في الزمن الاول. بس واحد فكر فكره غلط والست عندها خبر، مش تقول له لا ولا تهدي ولا تصلحه، لا، وافقته واتفقوا. بس هما اتفقوا، اتفقوا لها خبر. وحتى لما جالها فرصة تصلح ما صلحتش. ادها فرصة، قال لها بهذا كله، قالت له قال لها ليه اتفقتوا على الكذب. يعني كان مفروض لو هي رجعت راحت ياه ده الراجل غلط، كانش مفروض يعمل كده، انا راجع نفسي انا، كان نفدت. لكن ما رجعتش حتى انا، وراحت فيها هي وهو للاسف يعني. فمثل صعب جدا الحقيقه. يعني شوف ازاي الست ممكن تبقى معينه لجوزها، معينه وجميله ورائعه، يا اما تعين جوزها يا اما تعينه من الدنيا. فوراء كل رجل عظيم امراه، وراء كل امراه عظيمه برضو راجل مشجع ومتعاون، لان شايفين ان ما كانوش بيشتغل واحد لوحده ابدا، في الخيام مع بعض، في الشغل بيشتغلوا سوا، وفي الإيمان وفي التعليم هما الاثنين بيخدموا، فكونوا بيكملوا بعض طول الوقت بحيث ما تعرفش مين بيعمل ايه، لكن هما الاثنين بيعملوا حاجة واحدة بتطلع، ان بقى في كنيسة وفي معلمين بيطلعوا من عنده. يعني أبولوس يطلع من عنده، يعني جميل قوي. حلو قوي الأمثلة العملية دي. في ايه تاني؟ جميلة. في بقى واحدة رائعة، وداود النبي قال لها مبارك أنت ومبارك عقلك،
معناها ست جميلة، بس مش الجمال هو القضية، اللي جمال كان المخ. مبارك عقلك، لو لم تبادري، لو كنت ما عملتيش مبادرة سلام، ما كانش هيبقى في حد باقي البحار. يعني ما فيش، يعني القصة يعني معروفة ان جوزها كان راجل احمق، مش هو الانجيل اللي قال عليه كده، نبال نبال. وداود ورجالته خدموه في الليل على وفي النهار. ابي جايل ومفروض وقت جز الغنم يعني تعبوا معاك تديه، فهو لما بعت يقول له راح رد ردود وحشه جدا وفيها وقاحه وفيها يعني مش لائقه ابدا بداود. فداود غضب واتغاظ لدرجه كان هيتهور ويروح يقتل كله بقى ويبوظ. الخدامين عارفين مين العقلة، ما جريوش على نبال، جريوا على مين؟ على امرأة. على امرأة، هي العقلة دي اللي نروح نتكلم معاها. يبقى غالبا عندهم خبرة انها انقذتهم في مواقف قبل كده، صح؟ غربوها قبل كده، غربوها لولا انهم جريوا. الحقينا، فلما قالوا لها بكل حكمة اجتهدت وقعدت تخبز وتحضر وتعمل طول الليل، وشدت الحمار ونزلت راحت لداود سجدت في الأرض. شوف الاتضاع، وقالت له علي أنا يا سيدي هذا الذنب. اتضاع وغفران واعتذار وتصحيح لغلطات هي ما عملتهاش. شوف اللي بتلملم من ورا جوزها وبتصلح وبتلم البيت، كان هيبقى الدم للركب دول ودول، صح؟ في كده وقفت حرب، هي اللي وقفت المعركة بحكمتها واجتهادها، تعبت وجهدت وعرقت وبذلت مجهود، فكرت وخدت هدية كبيرة واعتذرت عن حاجة ما عملتهاش. برضو الاتضاع والاعتذار والتصليح، احنا ممكن نعتذر عن غلطات حد تبعنا عشان نصلح موقف ما يكونش احنا اللي عملناه، بس صلحت الموقف. وكانت بتعمل ده بفهم روحي، مش اي كلام، مش يعني خناقه ونلمها، لا، دي كان عندها فهم روحي كويس والحوار الروحي عالي جدا اللي عملته مع الملك داود الممسوح. قالت له انت ما بتحاربش غير حروب ربنا، ما يبقاش نقطه سودة في تاريخك انك حاربت لنفسك، انك تنتقم لروحك من راجل زي ده بيقولوا عليه احمق. فما ينفعش الملك يبوظ مسيرته يبقى في نقطه سودة دريانه. يعني بص، الفهم الروحي والنجاح في الحوار والاقناع، انبهر وقال لها مبارك الرب اللي خلاكي منعتيني من اتيان الدم. بصوا الجمال، لما يبقى واحد حكيمه وعندها فهم روحي وعندها اتضاع وعندها السادات تلملم غلطات هي ما عملتهاش، مش ده خلاها هي بالخير؟ وكل الخير جه على داود وعلى رجالة العمال بتوعها. هي المقابل بقى ست عكسها تمام، واحدة زي امرأة لوط. والحقيقة أنا ما كنتش هخليني أبص عليها إلا السيد المسيح اللي قال لنا بص. المسيح بس بناء على طلبه السيد المسيح انظروا امرأة له، لازم بص على الست دي عشان فيها درس جامد قوي. عكس بقى الحكمة دي، عكس كل ده، قلبها كله في بلد كلها قضية وأصهرها ناس مش مؤمنين، والظهر قلبها كله متعلق بالبلد والحاجات بتاعتها وشقتها وحاجتها، مش راضية تطلع. وهو كمان الظهر كانت معوقة انه يطلع، لغاية ما اضطروا الملائكة يشدوه شد، قال لك لما توانى اتوانى. وبعد ما طلعوهم بالعافية الملاك مسك ايديهم طلعه، وبعد ما طلعها طلعت بجسمها لكن قلبها ومخها كان ورا، دورت لفت وشافت وبقت عمود، وضيعت بناتها وضاعت الدنيا. يعني معنى كده انه حضرتك بتشاوري على انه في كل مرة كان في نجاح وكان في طاقات جباره حلوه، دي كانت نتيجه علاقه حلوه بربنا. ايوه. وكل مره كان فيها حماقه او كان فيها
تصرفات مش كويسة دي كانت ناتجة عن التقاط بقى في إيد إبليس ولا في إيد ربنا، إنه ما فيش أي علاقة بينها وبين ربنا فبتمشي مع إبليس، صح كده؟ والأمثال قالت إن المرأة اللي مش حكيمة تبقى الوكف المتتابع، يعني حاجة توتر والسكنة في زاوية السطح ولا القعدة مع ست مخاصمة ونكد ووجع دماغ على طول. طبعا طيب كنا عايزين بقى نعرف طبعا العلاقة مع ربنا دي ما بتجيش في مرة واحدة، فالعلاقة مع ربنا دي أنا هاخد قرار وابتديها النهاردة، هاخد بقى التقدي هتتفجر النهاردة. صدقيني يوم ورا يوم بنكبر زي أي زرعة، بنسقيها وبنعتني بيها، فأنا ببتدي مع ربنا أقول له بص يا رب أنا أحط كل طاقاتي وإمكانياتي وكمان ضعفاتي في إيديك أنت يا رب، استلمني واستلم حياتي علشان اللي في رقبتي، أنا في رقبتي بيت وفي رقبتي عيال وفي رقبتي راجل، هعمل إيه في دول؟ دول وكالة. وفي رجالة بتبقى متعصبة وفي رجالة بتبقى متنرفزة وببقى مش عارفة أتصرف أحيان كتير، ففعلا إن ما حطيتش الطاقات دي في إيده هو وسلمت في الحاجات اللي أنا مش قادرة عليها إن يديني نعمة أقدر عليها بقوة روحه وبكلمته وبالطاقات اللي إن أنا اكتشفها فيا، ما أوقات الواحد بيبقاش مكتشف إنه يقدر ولا لأ، لولا ربنا يبعت له اللي يساعده إنه يكتشفها أو هو في التجربة يكتشف إنه بيعرف يعمل. إنه أنا فاكرة في مرة في محاضرة معينة حد بيعرف يقولها حلوة قوي، فالحد ده ما جاش واستنينا ما جاش، فراح الخادم امين الخدمه يعني قال لي ادخلي على الهوا كده، ادخلي انت قولي المحاضره دي، هي كان فيها حاجات طبيه شويه، فدخلت بقى على الهوا يا رب الحقني، فهم ذنبهم ايه لازم تديني حاجه عشان الناس، صح عشان الحقني، لحقني وطلعت كويسه قوي ووظفوني فيها بعد كده، بقيت كاني انا اللي اتخصصت فيها، انا ما اكتشفتش ان انا اقدر اعمل كده الا لما اتزقيت في الموقف واتحطيت في موقف اتزنقت فيها. عايزه اقول اقبالي الزنقات، اقبالي وطيعي، اوقات الطاعه بتبقى مفتاح تفجير طاقات جديده انا ما اعرفهاش عن نفسي، مش انت سمحت بكده خلاص اديني قوه اعمل، مش انت رضيت بالموقف ده سمحت بيه طيب انا اجيب منين قوه، انا ماليش غيرك، وفي اللحظه دي بتحل قوه وبنكتشف طاقات كامنه وبيدينا معونه، بنكتشف ربنا كمان، بنكتشف معاملاته وقدراته وكلامه واعماله الجميله معانا، ما هي الزنقات دي اللي بتخلينا نعرفه، على فكره كتير قوي بنعرفه في الزنقات، فان انا اسلم كل امكانياتي وكل ضعفاتي ليه واقول له الوكاله اللي في رقبتي انا مش هقدر عليها لوحدي، انت معايا، حتى لو ارمله تقول انت وعدت تبقى زوج للارمل، حتى لو يتيمه انت وعدت تبقى اب لليتيم، انت وعدت تكون لينا في كل الظروف، ايوه هو حقيقي بيقدر يعمل كده، ولما اديله واقعد معاه كل يوم اتواصل معاه واكلمه كاب واكلمه كرفيق للعمر وافضفض معاه واحكي بلا حرج عن ضعفاتي وعن احتياجاتي الصغيرة والكبيرة، أنا متأكدة إن أوفى صديق وأعظم إله وأكبر فادي ومخلص اللي يموت على الصليب عشاني يقدر يعمل معايا كل حاجة. اللي يجي قال كده الفضفضة والكلام دي بتكون كل يوم بتكون علاقة، ده حقيقي العشرة إن أقعد معاه كل يوم، سيبي كل الهوسة اللي في البيت والدوشة وكده واختلي كده بربنا ربع ساعة في بلكونة ولا بص للشباك وبص للسماء وكلميه، هيفرق خالص العشرة دي والفضفضة دي والعشرة والفضفضة دي اللي بتعمل العلاقة اللي بتخليني بعد كده ما جت زنق في تصرف واخدة عليه، أول حد ألجأ له هو الله اللي هستمد منه الطاقة بتاعتي، صح؟ ده أحلى رفيق وأحلى صديق وأعظم زوج وأعظم أب في كل ما نبحث عنه، صدقيني دي حقيقة كل اللي جرب يقول له وجدنا في كل ما نبحث عنه، عايزة صديق عايزة أخ عايزة أب عايزة عريس عايزة
كل حاجة في المسيح وفي الرب بينا، كل احتياجاتنا، لأنه ما يذلناش إن الاحتياجات نمد إيدينا لغيره. ميرضاش كده، ميرضاش يذلنا، صدقيني هو عايز يشبعنا ويكفينا، مش بس كده، ويغنينا عن سؤال الآخرين ويدينا نفيض على الآخرين. طب في أحسن من كده؟ وفي أحسن من كده؟ عايزين نكمل بقية الأمثلة المشوقة بتاعت حضرتك. هو طبعا مش ممكن نتكلم وننسى أمنا اللي جابتنا في الدنيا دي كلها، حواء. حواء دي يعني اللي آخر حاجة اتعملت في الدنيا، وكان فيها إبداع وجمال، وحتى جوزها لما شافها قال يعني لحم من لحم، أول شعر بقى وأول أغنية، لحم من لحمي وعظم من عظامي. لكن اللي حصل ان تطلعت وبصت، برضو حكاية البص دي مهمة عند البنات والستات، ان الشيطان خلاها تشوف ان الثمرة احلى واجمل. قال طب ما هي قدامك طول الوقت، بس في نظرة كده كان وراها دافع خاطئ، ان قالت لها هتبقي زي ربنا، تعرفي الخير والشر. طب ليه عايزه تبقي، ليه عايزه تستقلي؟ طب ما انت بتعرفي الخير والشر من ربنا. ايه اللي كان ناقص حواء؟ ده بقى الحاجه اللي مزعلاني، يعني اتجوزتي الوحيد اللي في الدنيا وعندك احسن فيلا واحسن جنينه واوسع عالم، انت ناقصه، ومفيش حد تاني تبص له، ومفيش حاجه، يعني مفيش حد مضايقك اصلا يعني، وبتشوفي ربنا. ايه اللي كان ناقصك؟ يعني انا مش عارفه ليه حواء بصت على الشجرة الممنوعة، مش عارفة يعني. دي يبدو ان دي حاجة لازم الستات ياخدوا بالهم ما تحصلش فيهم. فعلا الستات عندنا الحتة دي. هل دي قوة ملاحظة؟ دي اتزمرت على حالها متهيألي، يعني كانت عايزة يعني حاجة، عايزة تاني. الأكتر عايزة تستقل وعايزة تبقى زي ربنا. ما لا تبقي زي ربنا، بتعرفي ليه عايزه تبقي احسن من اللي انت فيه؟ بطريقه مش راضيه باللي فيه ولا ايه؟ وبرده بتلاقي الست في شقه حلوه وجوزها حلو وعيالها حلوين، بس برده باصه ان عايزه حاجه احسن، وعايزه عندها شنط الدنيا، الدولاب مش مكفي، الدواليب مالها تقع، وبرده مش مكفي نبص ونشتري ونشوف. بس في طموح. ما هي دي بقى الكلمه اللي وراها اسامي كتير مستخبيه، الغيرة والحسد والمقارنة والطمع وشعور بالنقص والرغبة في التفاخر على حوالينا والتعالي على الآخرين. من ليه مش عايزة أبقى زيها، أو عايزة أبقى زيها، أو عايزة أبقى أحسن منها؟ إيه ده؟ ما دي دوافع مش نقية كلها. ولما تبقى دي الدوافع دي موجودة، ما يبقاش طموح. لا، فما يبقاش كلمة طموح دي تحتيها لستة خطايا رهيبة. طب ما في حاجات تانية قدام كلمة طموح مش موجودة ليه؟ الكفاية، القناعة، الرضا، ما هو التدبير لكل، التفكير في الآخر. لو عندك عايزة، عندك إمكانية جيبي زيادة، طب شوفي اللي ما عندوش خالص. الست العدرة بقى، أنا لما يبقى عندي طموح هعرف أخلي جوزي يزقه لقدام، بس لو ما عنديش طموح انا هفضل واقفه مكاني. ما ياما طموح ودف ده هي بالاسم ده، يعني الستات طلباتهم الكتيره، الرجاله طفشوا من البيت، اشتغلوا كذا شغله في اليوم، بينما انا ماما كانت تقول القناعه كنز لا يفنى. مين بيقولها لاولاده ده؟ مين بيقولها لروحه كلمه القناعه دي؟ فين؟ كونوا مكتفين بما عندكم. انا ما بسمعش واعظ عليه حتى. مين اللي مكتفي باللي عنده؟ مين اللي سمع المعمدان بيقول من له ثوبين يدي تاني؟ يعني طب يعني كده مش هيبقى في طموح خالص، انا قتلت الطموح. لا، انا بتطور في الكيرف بتاعي مش بتاع غيري، في المنحة يعني، انا بطور نفسي لكن مش ببص لغيري واعمل زيه. يعني لو هو ماشي، حتى بنقولها للأطفال، لو ابني بيجيب 5 من 10
وابني جيراني بيجيب 10 من 10، ما ينفعش اقول له هات 10، حرام، مش عدل. لكن اقول له اكبر في اتجاهه هو، لو جبت 6 لو جبت 7 يبقى حلو قوي، انت ماشياه في الايه، في نموه هو، مش في نمو اخوه حتى ولا اخته. وده اللي اذانا في التربيه في المدارس وفي البيوت، المقارنات غير عادله. لم ارى في الكتاب ابدا الله بيستعمل المقارنه دي، ما شفتهاش خالص. حياتك عايزه تقولي ان الطموح يبقى طموح بيني وبين نفسي مش بيني وبين الاخر. اه، وبعدين انا مش عارفه كلمه طموح دي موجوده في الكتاب، انا ما شفتهاش صراحه. لكن ممكن اقول تاجر بالوزنات بتاعتك، وزناتي انا مش وزنات اشوف غيري، ما هو اللي بص لغيره ما شغلش وزنته، مش انه شغلها، ليه هو خد 5 والتاني 3 ولا 2 وانا اخد 1 ليه؟ طب ما ده اللي خلاه ما اشتغلش، انا بص لغير. يمكن لو كان شغل الواحده دي، الواحده دي على فكره الوزنه دي 30 كيلو فض، مش قليله يعني، بس انا لما بص للي عنده 2 يبقى قليل. فاوقات كتير الطموح ده بيبقى اللي عندي مش قليل، لكن لما ابص لغيري وعينيا مش عينيا على الشجره الوحيده اللي قالي ما تاكليش منها بقى. الست العذراء بقى النموذج الرائع اللي عكس حقه، وده اللي ربنا قصد وقاله من النسل المراه هيعمل ايه؟ يسحق راس الحق. ان كانت حواء جابتنا تحت ففخر جنسنا، الست العذراء جابت لنا المقلص اللي طلعنا فوق. جميل. هو ده النموذج. وبعدين حتى في التطبيقات العملية كان في كارثة عامة، زي أي حاجة عامة، زي ما احنا في إن في اكتتاب وكل واحد يسافر ويروح بلده اللي اتولد بيه، ففي زحمة، وفي زحمة في ما فيش بيوت ولا لوكندات مكفية، والست في التاسع معاد ولادة على ولادة. يعني أي واحدة مكانها مننا لو حد هيحركني في الوقت ده وزاحم وادور وادخل بيت واطلع منه وادخل بيت واطلع منه، مش لاقية مكان، مش لاقية مكان، وفي الآخر يقولوا لي هتولدي في الاسطبل ولا الزريبة، صعب دي صعب قوي طبعا. ايه ده؟ وترضي؟ ايه الرضا؟ فين الطموح بقى؟ شغاليه هنا كده، فين الرضا؟ ايه ده؟ وبعدين جاي لها ضيوف، جاي لها ضيوف وهي والده، هيجي لها الرعاه جم، طب نعمل ايه؟ نوضب البيت ازاي؟ هتوضب ايه بقى؟ ده مزود، اعدل القش كده، وقف الخروف كده، نعمل ايه؟ مش هنعرف نعمل حاجه. كان احسن احتفال جند، حاجه سماويه كده، جند من المسبحين والملائكه، جمهور ونور من الملائكة، مفيش نور في الزريبة طبعا ولا كلوب ولا، بس نور الايه؟ نور السماويين. كانت حفلة. فالعيد الصغير كان في المزود، العيد الكبير كان فين؟ على الصليب. لا كان فين؟ القبر المنور. القبر المنور. والمجدلية راحت فين؟ الأول واحدة عملت بشارة القيامة، المجدلية راحوا شافوه في الأرض. احنا في الأعياد ما بنعملش الحاجات دي خالص، احنا بنعمل تقاليد وعادات تانية خالص. ده يمكن يعني في ولد يقول لنا طقس النكد على المواسم، يكون العيد نتخانق لبس العيد وهنجيب ايه وهنعمل ايه ومين جاب ومين ما جابش، واللي جابه طلع حلو ولا طلع وحش، والبيت نضيف ولا ما نضيفش. كل العادات دي اللي ضيعت المعنى والموضوع، بينما الأصل مش كده. فين المولود؟ أين المولود في الحفلة بتاع الكريسماس؟ أين المقام من الأموات؟ مفيش صليب من غير قيامة، وكل قصة الصليب هي قصة الحب. فالست العذراء كانت أحلى نموذج، فخر جنسنا. كتير بيحبوا العذراء، بس أنا دايما أقول لنفسي ولغيري اللي بيحب حد ويصاحبه لازم ياخد منه، لازم نتعلم حاجة منها، لازم تطبع علينا. الست العذراء كانت نموذج الفم اللي مليان حكمة، مش بتتكلم كتير،
بتحفظ في قلبها، وده عكس الستات، الستات كلهم يتكلموا كتير صح. تحفظ في قلبها مين اللي ملى لوقا تفاصيل الولاده. هو في حد كان حضرها؟ ميلاد المسيح صحيح. هي اللي حفظت في قلبها وملت لوقا التفاصيل ده. هي قد ايه كانت جميله في مسيرتها، كانت بتقف فين؟ بره. شو وسعوا لي كده وقعدوني قدام عشان ده ابني اللي بيكلم واللي بيشفي واللي يقولوا له امك واخواتك فين؟ في الخارج. في الخارج. يا واقفه بره، واقفه في اخر كرسي، في اخر مكان. بصوا الست العذراء تعلمنا، لكن احنا بقى نزاحم، مش عايزه اقول بنعمل. لكن ربنا يدينا اخلاق فخر جنسنا اللي صلحت موقف حواء كله، الست العذراء. ولو انا عايزه اتصلح مورث ميراث حواء، لازم اورث الست العذراء. ده اللي اتعمل لنا جديد، نتعلم منها. هي طيب احسن مدرسه بصراحه. ده حقيقي. طيب احنا بقى كده عايزين يعني في النهايه كده بخطوات عمليه، ازاي الست تكتشف نفسها او الزوجه تكتشف نفسها؟ ممكن تعمل ايه؟ ايه الامكانيات بقى الكتيره؟ امكانيات كتيره. الست مليانه طاقات وامكانيات جسديه ونفسيه وروحيه ومعنويه وفنيه وابداعيه. فعلا غنيه، غنيه بقدراتها على التشجيع اللي غير عاديه. اللي ياما امهات كانوا عيالهم محكوم عليهم بالموت قومتهم وقفتهم وخلتهم مشاهير، وياما زوجات وقفوا وراء جوازهم بعد وقعه جامده ولا بعد حادثه جامده ولا بعد تجاره خسرانه، وقفوا جنبه لغايه ما. وده بقى سفر الامثال في اخر صحاح 31، في كل امكانيات المراه مكتوبه على فكره، ويحتاج حلقه لوحده. لكن انا بقول للستات امثال 31 اقروه وطلعوا الطاقات اللي فيه. ايه المرأة الفاضلة؟ المرأة الفاضلة بها يثق قلب زوجها فلا يحتاج الى غنيمة. يعني عندها قدرة لو جوزي قاعد من الشغل اليومين دول ومتفشل وعصبي وتعبان، وعدد كبير دلوقتي كده. الست عليها دور كبير، تقول له حبيبي ياما اشتغلت وياما جبت وياما عملت، واللي حاصل ده مش تقصير منك، دي حاجة العالم كله. اذا هي بتشجعه تقدر تخليه يقبل الحالة اللي هو فيها ويهدى، ما يبقاش متضايق كده هتطلعوا علينا ما احنا ذنبنا ايه ده مش رد. لكن ان انا اديله ثقة في نفسه واشجعه واقول له احنا نقدر نقف جنبك، احنا نقدر نعمل معاك اي حاجة، نشترك مع بعض ونعمل مشروع يكفي، احنا ممكن نتدبر ونوفر في الظروف ونكفي نفسنا، ما تزعلش نفسك، انت ممكن الايام الجايه تعوض كله. فانها تديله الثقه فلا يحتاج الى غنيمه، ما يبقاش محتاج لحاجه يقف فيها واثق بنفسه بسبب ان مراته بتعايره وكسره نفسه وهو مضطر يهلك روحه بره عشان بس يسكتها ولا يقلل طلباتها ولا يقلل الزن بتاعها. دي حاجه. الحاجه الثانيه انها تتامل حقلا فتاخذه. يعني ايه اللي بيتامل ده؟ هادي ولا متجنن ومتنفس؟ هادي طبعا، هادي وبيفكر بالهادي وبيخطط بالهادي. بينما الستات الطموح اللي بتقولي عليه الزن طول الوقت، وقف متتابع الزن والالحاح و الخناقات مع جوزها، نعمل نسوي، انت ما عملتش انت ما سويتش، ما يجيبش، يضيع قوته. لكن الست اللي تتامل حقلا فتاخذه بكل هدوء، بتحط عينها على حاجه، وده الطموح وترتب بقى. هو ده بقى، هو ده الطموح، تبص وترتب وتخطط وتفكر، ويبقى عندها بهدوء التدبير والتشجيع ونعملها ازاي ومع ربنا ونحقق الحاجات دي. وياما ستات قدرت تشجع جوازها وعيلتها انهم يعملوا حاجات تحفزوا، يعني تحفزوا وتديله ثقه وتشجيع.
يا على قوة التشجيع سحر للعيال وللراجل بصراحة. أنا بقول لنفسي المرأة فيها القدرة دي إنها وتقدر تنسف حد برضو لو عايز. خلينا في حاجة كويسة يعني سلاح الدمار الشامل في اللسان. في لسان الست إذا عايزة تهزق حد ولا تكسر نفسه تقدر، لكن لا، الحياة والموت بيد اللسان، الكتاب قال كده. تمام. فخلونا اللسان اللي يبارك ما يلعنش، تتأمل حقلا فتأخذ، اللسان اللي يشجع ما يهدش. لو تبقى معول هدم دي لعنة. هي دي صورة مثالية قوي. لا دي حقيقة، وفي طاقتها وفي قدرتها. وفي ست لما ينجح جوزها وعيالها مش هيرجع عليها، هيرجع عليها. ده بذكائها كده، بذكائها كده تعرف ان ده لمصلحتها ايه، يعني سلام جوزها وسلام عيالها، تفوق جوزها تفوق عيالها، هو هيكون فرح ليها. فهي في الأمثال دي هي تقول تعمل بيدين راضيتين، وتجيب الصوف وتغزله، يعني تاخد مواد الخام الأولية، ويمكن الصوف ده من البيت جزة الحيوانات اللي عندها، بتتصرف، مش بتستسهل، تجيب جاهز وتجيب ماركة وتجيب مش عارفة ايه، لازم زي لا، الحالة الاقتصادية دلوقتي بقت يعني مشكلة. فيها مشكلة شوية. هي ممكن نيجي نعمل في البيت، تحايل عليها، ما تيجي نجرب نعمل في البيت، تعالوا نشترك مع بعض ونعمل مشروع حاجة معينة، هنعمل كذا ونفرح، واللي يعمل حاجة صغيرة تشجعه وتفرحه، اهو انت بتعرف تعمل ده، انت بكرة تبقى اقتصادي رائع، تبقى وزير الاقتصاد، فرح عيالنا. العيال بيحبوا الخيال قوي. فكان عندي حد يشجعني وانا صغيرة، انا كنت احب حاجات يعني اما يذبحوا فرخة ويشرحوها ويشوف جوه فيها ايه فرخة، فكان حد يقول انت هتبقي وزيرة الصحة، تمام ولا صحة ولا حاجة. بس كان بيشجعني ان تصوروا الاطفال. وطلعت دكتورة، يمكن ده كان سبب ان انا يعني افكر في يعني احنا قلنا ثلاث حاجات دلوقتي. بها يثق قلب زوجها، تديله ثقة في نفسه، وتشجعه وما تهدوش بكلام. تمام. وتتأمل حقلا، تتأمل حقل بهدوء كده، وتخطط وتفكر، بس طموح ايجابي، طموح وعلى هادي وعلى وقته، وعلى تتأمل يعني فيه هدوء، ما فيش استعجال، وهتاخده لان الست بتعرف. وثالث حاجة قلناها تعمل بيدين، راضيتين. الرضا مهم قوي. ايه تاني؟ ان التذمر يسحب القوة. وانا اسفة ان اقول احنا فينا البرطمة والدمدمة دي، احنا ستات. يا ريت نغير لغتنا بالتفكير الايجابي وباللغة الايجابية. انا بدرب نفسي ان اصحى الصبح اشكر ربنا على 10 حاجات. ممكن نبتدي بخمس حاجات. من اول نفتح عينين، اشكرك يا رب ان كورونا فيها ناس كتير ماتوا بس انا لسه عايش، انا عندي حياة. اشكرك ان عيالي موجودين، محدش ناقص في بيتنا. دي حاجات كبيرة قوي قوي. تمام. حاجات كبيرة جدا. ان زعلانة من ايه قدام ان عيالك حواليك وجوزك معاك وقت الناس بتموت قد كده. نشكرك ان احنا بخير، فان احنا نتعود على نشكرك ان بيتنا فيه خير وفيه اكل وفيه شرب. نشكرك ان احنا نقدر ندبر نفسنا. نشكرك ان نقدر نوفر. مش ده بولس الرسول لما قال استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني؟ مش بيتكلم على الوعظ ولا على المعجزات، عارفين كان بيتكلم عن ايه؟ تدربت اجوع واشبع واستفضل واكل نص بطن وافضل لغيري، استطيع كل شيء في المسيح. القدرات دي تدريب كان على الامور الماديه والاكل والشرب، على فكره على الاقتصاد. فبولس الرسول قال استطيع كل شيء في المسيح. ايوه احنا بنستعملها في المذاكره وبنستعملها في الخدمه وفي كله، ايوه تمشي. لكن لما قالها كان بيقولها على الاكتفاء، على القدره اني اتدرب على كل الاحوال الاقتصاديه، القليل قوي وده مهم جدا يومين دول على فكره، واللي زياده وافضل منه، واللي زياده واخلي لغيري، واللي مره اشبع ومره ما اشبعش. مش ده التدريب الانجيل بيعلمنا؟ صح. فالمرأة الفاضلة بتشتغل بيدين راضيتين،
تجيب الحاجات الأولية وتشتغلها بدل ما تجيب جاهز بطاطس مقلية جاهزة تعمليها في البيت وتخلي عيالي يحبوها وتحط لهم اللي هو أنواع وتوفر تقول لهم كده وكل وفر هنعمل بيه حاجة تاني وتشجعهم وتوزع الشغل عليهم ويبقوا فرحانين. انت اللي هتشتري بطاطس، انت اللي هتقشر البطاطس، انت هتشيل الحمل اللي هي حاسه بيه بقى دلوقتي. تقلل بقى الحمل. ان يتعلم كل اللي يعرف يعمل حاجه يعملها. هي قال برضو في الامثال تصحى بدري وتوزع الفريضه على الخمسه على بناتها. يعني بتوزع الشغل مش تعمل كل حاجه لغايه ما تقع. على فكره الست اللي بتعمل كل حاجه مش شاطره. هي فاهمة انها كده بتريح اللي حواليها. لا مش حقيقي، لان لو ابني جاله جامعة في بلد تانية هيحتاس، ما يعرفش ياكل، ما يعرفش يغسل هدومه، ما يعرفش يتصرف. لو بنتي اتجوزت وما بتعرفش تعمل حاجة تبقى فضيحة، هتعاني. فاحنا لا، مش حكمة ان انا اعمل كل حاجة وتوزع الشغل علشان ما تحسش بالحمل. كل اللي يعرف يعمل حاجة، طفل من 3 سنين يلبس روحه، بتلاقيه تلبسه كده وحلو كبير كده. طفل من 3 سنين تبتدي تكلفه بمهام. اختار تلبس انهي واحد من دول، والاختيارات بتكبر شخصيته. لما يختار في حاجات صغيره ياكل ايه وياخد المعلقه دي ولا الطبق ده، ما يجيش بقى في الكليه مش عارف يختار، وفي العروسه ومش عارف يختار، لان ماما ما علمتوش يختار. هي بتعمل له كل حاجه. يعني فهي بتوزع الفرائض. الضغوط الجامده اللي عليها اللي حاسه بيها، لانها بتشتغل كتير لوحدها. بالظبط. فانت حضرتك بتقولي دلوقتي انها تحاول توزع المهام. المراه الفاضله تصحى بدري ومن بدري توزع بقى. نوزع الشغل على العيال من بدري. مش لما يبقوا كبار كده ومش عارفين يعملوا حاجه، لا من بدري نعلمهم. من بدري يعني من وهم صغيرين. ايوه تمام. يبقى كانت ايه بتعمل ده كله. حاجه تانيه، سراجها لا ينطفئ في الليل. يعني دايما عامله حساب. يعني مثلا يجي في وقت ما عندناش ملح، ما عندناش ملح. طب وانت لما شفتي اخر البرطمان في سطر، طب ما جبتيش قبل ما اخر سطر. عندي حد قريبي يا حماتي بصراحه، ما فيش. بص الجمله، ما فيش. ليه؟ لان قبل ما يبقى ما فيش بكون عامله حسابي ايه جبت. ودول العذراء الحكيمات، عذراء الحكيمات، ان كانوا واخدين زيت في انيتهن مش بس ايه مصابيحهن. فالمصباح ما يطفيش ليه؟ عندي زيت ومعمره كويس. ماشي. حتى في زيت. فان انا ارتب مسبقا قبل ما حاجه تخلص اكون فكرت ادبرها ازاي. احنا بنشكر حضرتك جدا. الحلقه جريت بسرعه جدا، والكلام مع حضرتك يعني المرأة غنية، ممتع جدا. المرأة الفاضلة فعلا عايزة حلقة لوحدها. احنا بنشكر حضرتك جدا وعلى وعد بلقاء تاني. شكرا ليك عزيزي الزوج. اتكلمنا النهارده عن الضغوط اللي بتواجه زوجتك في الظروف الصعبة بتاعت كورونا. دورك النهارده مهم كقائد للأسرة، مهم انك تحتوي وتطمن وتخفف عنها، ما تكونش انت كمان سبب من الأسباب الضغوط او بتزودها. مساهمتك في مساعدة زوجتك مهمة، لكن بحكمة، واحدة واحدة. اهتمامك بالأولاد برضو هيخفف عنها، حاول انك انت تساعدها. عزيزتي الزوجة، مدعوكي النهاردة لاكتشاف الطاقات الكبيرة اللي متخزنة جواكي. في جواكي طاقات إنسانية غير عادية ربنا حطها فيكي، مستنك ومستني انك تصلي وتطلبيها، وهتكتشفي ساعتها الحكمة والقوة والاحتمال اللي فيكي لأصعب المواقف اللي ممكن تقابلك. وده أكيد طبعا في مصلحتك أنت الأول، عشان ما تبقيش منهكة ومضغوطة طول الوقت. الحلقة الجاية هيكون معانا قدس أبونا غطاس سمير، ملاك كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل ببياض بني سويف، واللي هيكلمنا في موضوع مهم عن النرفزة والعصبية والغضب بين الزوجين. الحاجات دي طبعا ممكن تكون زادت شوية في أزمة كورونا. أبونا غطاس هيكون معانا ويوضح لنا الأمور دي. ربنا معاكم.